نأتي الآن لتثير بعض الظروف الاقتصادية الخاصة على الظاهرة الإجرامية. بعد ما تناولنا تثير الظروف الاقتصادية العامة على الظاهرة الإجرامية ورأينا كيف تتأثر أو كيف يؤثر التطور الاقتصادي والتقلبات الاقتصادية على الظاهرة الإجرامية، نرى الآن أو ندرس الآن ما مدى تثير الظروف الاقتصادية الخاصة على الظاهرة الإجرامية. هل لها ذات تثير الظروف الاقتصادية العامة أم لا؟ فنأتي أولا لعلاقة الفقر بالظاهرة الإجرامية، وهل هناك علاقة بين الفقر الذي يصيب الشخص والظاهرة الإجرامية أم لا؟ وهل من الممكن أن يكون فقر الإنسان دافعا إلى ارتكابه للجريمة أم لا؟ طبعا الفقر المقصود به هو من اشتدت حاجته إلى شيء ما، أو يقصد بالفقير من اشتدت حاجته إلى شيء ما وعجزت موارده عن إشباع تلك الحاجة عدى فقيرا، غير أن الفقر أو هذا المفهوم لا ينطبق على كافة الناس بعدم بحكم تجدد حاجاتهم وعدم محدودياتها. لذلك وضع حد أدنى للحاجات التي ينظر إليها على أنها ضرورية في زمان ومكان محددين، فمن قصرت موارده عن تأمينها وصف بأنه فقير، أي كلما عجز عن توفير حاجاته الضرورية يعتبر فقير. هذا فيما يتعلق بمفهوم الفقر بشكل عام. أما من حيث علاقة هذه الظاهرة أي ظاهرة الفقر بالجريمة، فقد تضاربت وجهات النظر بين الباحثين حول علاقة الفقر بالجريمة، فمنهم من ذهب إلى إثبات هذه العلاقة ومنهم من نفى ذلك، ولكل فريق براهينه وحججه وأدلته. ففي كتاب مبادئ علم الإجرام ذكر العالم الأمريكي سيدرلاند بأن الدراسات الإحصائية التي قام بإجرائها في الكثير من الدول، حيث قام هذا العالم الأمريكي سيدرلاند بإجراء بعض الإحصاءات في الكثير من الدول، وتوصل من خلال هذه الدراسات إلى أن حالات القبض والإدانة والإيداع بالسجون كانت تتركز في أشد طبقات المجتمع فقرا، أي أن أغلب المسجونين والمقبوضين عليهم ومرتكبي الجريمة كانوا من أشد طبقات المجتمع فقرا أو كانوا من فقراء المجتمع، سواء كانوا من الأحداث أو من البالغين. كذلك خلص الباحث الإنجليزي سيرل في دراسة أجراها بمدينة لندن على أن مجموعة الأحداث المجرمين التي قام بإجراء هذه الدراسة عليهم، نسبة الفقراء بينهم تزيد عن نسبتهم العامة إلى مجموع السكان. كذلك في دراسة أخرى قام بها الزوجان شيلدون وليانور، قاموا بهذه الدراسة على 500 من الأحداث الجانحين في أمريكا، و500 مثلهم من غير المجرمين. خلصوا هذان الباحثان من هذه الدراسة خلصوا هذا أن أغلب هؤلاء الأحداث الجانحين كانوا ينتمون إلى أسر فقيرة. ومع ذلك فقد نفت أبحاث ودراسات أخرى أن تكون هناك علاقة بين الفقر والظاهرة الإجرامية، أي هذه الأبحاث والدراسات ذهبت إلى القول بأن الصلة بين الفقر والظاهرة الإجرامية معدومة تماما، وأنه ليس من الممكن أن يدفع الفقر بشخص معين إلى ارتكاب الجريمة، وليس من المنطقي أن يكون الفقر هو إحدى العوامل الإجرامية.
حيث انتهى العالم البلجيكي كيتاليه في دراسته للأحصاء الجنائية الفرنسية، حيث قام كيتاليه بدراساته أو بدراسة الأحصاءات الجنائية الفرنسية للفترة الممتدة من سنة 1826 إلى غاية سنة 1830، حيث لاحظ في دراساته هذه إن بعض المناطق الفقيرة في فرنسا على سبيل المثال لوكسمبورغ كانت أقل إجراما من غيرها من المناطق، أي لوكسمبورغ كانت مدينة فقيرة ومع ذلك كانت أقل إجرامها أقل من المناطق الأخرى، وفي ذلك دليل على أن الفقر ليس دافعا للإجرام، حيث ذهب كيتاليه إلى أن لو كان الفقر سببا للإجرام لكانت مدينة لوكسمبورغ على سبيل المثال من أكثر المناطق إجراما، ولكن الذي حصل هو على العكس تماما، وعليه فإن النتيجة التي توصل إليها من خلال هذه الدراسة إلا أن الفقر ليس له علاقة بالجريمة. كذلك أشار الباحث الألماني كسنر في كتابه علم الإجرام إلى جملة من الدراسات هو الآخر التي نفت للعلاقة بين الفقر والظاهرة الإجرامية. وفي ضوء هذه النتائج التي توصل إليها الباحثين والدارسين سواء الدراسات أو الأبحاث التي ذهبت إلى القول بأن للفقر علاقة بالظاهرة الإجرامية أو الدراسات التي نفت تلك الصلة، فالذي يمكن استخلاصه من نتائج هو أن للفقر والثراء سواء بسواء علاقة ما بالظاهرة الإجرامية، أي مثل للفقر علاقة بالظاهرة الإجرامية وأيضا للثراء علاقة بالظاهرة الإجرامية، فمثلما الفقر من الممكن أن يكون دافعا إلى ارتكاب السلوك الإجرامي كذلك الثراء من الممكن أن يكون دافعا للسلوك الإجرامي. فكما يتأثر الفقير بحالة الفقر والحرمان التي تحيط به، فكما يتأثر في تكوينه العضوي والنفسي والغريزي في بعض الأحيان والعقلي يتأثر هذا الجانب أو هذا التكوين بالحرمان، كذلك يتأثر بالمقابل سلوك الأثرياء بحالة الرخاء التي يعيشونها، فيقدم البعض منهم على ارتكاب الجريمة إما مزيدا لطلب الثروة أو لطلب المتعة والترفيه، أي مثل ما يدفع الفقر بالفقير إلى ارتكاب الجريمة كذلك يدفع الثراء بالثري إلى ارتكاب الجريمة، وعليه فإن الفقر ليس دائما هو السبب في ارتكاب الجريمة وليس دائما الثراء هو السبب في ارتكاب الجريمة. نأتي الآن للعلاقة بين البطالة والظاهرة الإجرامية، أي هل للبطالة دور في ارتكاب الشخص للجريمة وهل من الممكن أن تدفع البطالة بشخص معين إلى ارتكاب الجريمة وبالتالي تكون إحدى عوامل السلوك الإجرامي أم لا؟ وطبعا المقصود بالبطالة هو العطل عن العمل أو عندما يتوقف الشخص عن العمل فيعتبر عاطل عن العمل ويعاني من حالة البطالة، وتعتبر البطالة من أبرز مظاهر الركود الاقتصادي في المجتمعات الصناعية المعاصرة، أي عندما يصاب النشاط الاقتصادي أو النظام الاقتصادي بالركود والكساد فسيترتب على ذلك ظهور حالة البطالة، وذلك بسبب تعطل الكثير من أفراد المجتمع عن العمل بسبب هذا الركود.
وطبعا البطالة كما يشير الاقتصاديون هي نتيجة مترتبة على تخفيض الانتاج بسبب هبوط الطلب أو بسبب استخدام الميكنة في الانتاج، مما يعني الاستغناء عن العنصر البشري في الانتاج. أي هي تعتبر نتيجة مترتبة على تخفيض الانتاج كما يرى الاقتصاديون، حيث عندما يتم تخفيض الانتاج وذلك بسبب هبوط الطلب، ففي هذه الحالة يترتب على ذلك توقف مجموعة من الأشخاص عن العمل أو الاستغناء من قبل المصانع الكبيرة على العنصر البشري في العمل، مما يتسبب بظهور حالة البطالة. وهذا فيما يتعلق بالبطالة بشكل عام. أما تأثير البطالة على المستوى الفردي أو ماذا تعني البطالة عن المستوى الفردي كما ذكرنا، فهي تعني توقف الشخص عن عمله أو توقف العامل عن العمل، وبالتالي يترتب على ذلك بشكل طبيعي حرمانه من مورد رزقه، وخاصة إذا كان هذا العمل الذي توقف أو انقطع عنه الشخص هو مورد الرزق الوحيد. وبلا شك فإن توقف العامل أو توقف الشخص عن العمل يعتبر من الآثار السيئة للبطالة، فذلك يعني توقف الرزق، ويصبح الشخص عاجزا عن الوفاء بالتزاماته نحو أسرته إذا كان رب أسرة، فبطبيعة الحال سينتابه القلق ويساوره الخوف من المستقبل، فيدفع به ذلك إلى ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص. أي عندما الشخص يتوقف عن العمل أو ينقطع عمله بسبب يتسبب ويترتب على ذلك انقطاع مورد رزقه، ففي هذه الحالة رب الأسرة يصبح عاجزا عن الوفاء بالتزاماته تجاه أسرته وعن الوفاء بمتطلبات الأسرة، فيصبح قلقا خائفا من المستقبل ومن تلبية حاجيات أسرته مستقبلا، فيدفع به ذلك إلى ارتكاب الجرائم وخاصة جرائم الاعتداء على الأشخاص. كذلك في بعض الأحيان أو على مستوى الأسرة يؤدي انقطاع الرزق بلا شك إلى تصدع الأسرة، أي انقطاع الرزق يؤدي إلى تفكك الأسرة وتصدعها، وذلك بسبب ما يقع من خلاف بين الوالدين وفراق من ناحية، وبسبب انحصار سلطة الأب على أبنائه من ناحية أخرى، مما يدفع بهم إلى التشرد والانحراف. فعجز الأب بلا عن تلبية حاجات أسرته بلا شك يؤدي إلى تصدع الأسرة وإلى تفككها وإلى الفراق بين الأب والأم في بعض الأحيان. وعليه فإن البعض يربط البطالة بالظاهرة الإجرامية أو يربط انقطاع الرزق بالظاهرة الإجرامية، ويذهب إلى القول بأن البطالة من الممكن أن تدفع بشخص معين إلى ارتكاب الجريمة. بعد ما تحدثنا عن العوامل الإجرامية، تحدثنا عن العوامل الفردية والعوامل الاجتماعية، تحدثنا عن العوامل الاقتصادية وعن العوامل الاجتماعية. نأتي الآن للعوامل الثقافية. فما العلاقة بين العوامل الثقافية والسلوك الإجرامي؟ وهل يمكن الربط بين هذه العوامل وبين ارتكاب الشخص للجريمة؟ طبعا يقصد بالعوامل الثقافية ما استقر لدى المجتمع أو ما استقر في ضمير المجتمع من مبادئ ومثل وقيم أخلاقية ودينية، وأيضا ما يسود فيه من أعراف وتقاليد وما ناله من ثقافة ومعرفة وتعليم، لتتضافر جميع هذه الأشياء التي هي المبادئ والمثل والقيم الأخلاقية والدينية والأعراف والتقاليد
تتضافر جميعها في بلورة أسلوب حياته، أي هذه العوامل جميعها تتبلور في أسلوب حياة هذا الشخص وتحدد درجة ارتقائه في سلم الحضارة. وعليه ما العلاقة بين هذه العوامل والظاهرة الإجرامية؟ فنأتي أولا لصلة التعليم بالظاهرة الإجرامية، وتطلق كلمة التعليم أو المقصود بالتعليم، تطلق هذه الكلمة للدلالة على تلقين المعرفة بأي وسيلة، سواء تستعمل اصطلاحا للدلالة على تلقين المعرفة عن طريق القراءة والكتابة. أي المقصود بالتعليم هو تلقين المعرفة للشخص عن طريق الكتابة والقراءة، في حين أن يميل بعض الباحثين إلى إعطاء التعليم مفهوما أرحب أو أوسع من ذلك، بحيث يشمل التعليم غرس القيم النبيلة والقيمة الاجتماعية والأخلاقية في نفوس الناس وخلق المثل العليا في أذهانهم، بحيث يكون لها أكبر الأثر في توجيه سلوكهم. في حين أن البعض الآخر يعتقد بأن مفهوم التعليم في مجال علم الإجرام هو مجرد الإلمام بالقراءة والكتابة، يعني يكفي لاعتبار الشخص متعلم أن يكون ملم بالقراءة والكتابة، أي يعرف يقرأ ويكتب، وبالتالي فهو شخص غير أمي، أي كمفهوم مناقض للأمية، وبالتالي يستوي في نظر الباحثين في مجال علم الإجرام من نال حظا وفيرا من التعليم بمن وقف مستواه التعليمي إلى حد الإلمام بالقراءة والكتابة. وعليه نأتي أولا لأثر التعليم على الظاهرة الإجرامية من حيث الكم، أي هل يؤثر التعليم على عدد الجرائم المرتكبة أم لا؟ فمنذ فجر الفلسفة اليونانية اعتبر سقراط الجهل أساسا للجريمة والمعرفة أساسا للفضيلة، أي منذ بداية الفلسفة أو منذ ظهور الفلاسفة اليونان اعتبر أن سقراط أن الجهل يدفع بالشخص إلى ارتكاب الجريمة، والتعليم أو المعرفة تدفع بالشخص إلى ارتكاب إلى يعني ارتكاب الأفعال الخيرة أو الأفعال الفاضلة. كذلك عبر عن هذا الاتجاه الأديب الفرنسي المرموق فيكتور هيغو، حيث قال إن من فتح مدرسة يعني قام بإغلاق سجن. ومنذ ذلك الوقت ظلت الصلة بين التعليم والظاهرة الإجرامية مثار جدل بين الفقهاء، أي هناك من اعتبر التعليم دافعا إلى الظاهرة الإجرامية ومنهم من اعتبر التعليم غير ذلك. فهناك من اعتبر التعليم عاملا مانعا للإجرام، وبالمقابل غياب التعليم سيكون دافعا لارتكاب الجريمة. وعليه يعتبر هذا الفريق أن التعليم هو السبب في ارتكاب بعض الجرائم بانعدامه، ووجد أنصار هذا الاتجاه في بعض الإحصاءات الجنائية ما يؤيد تفسيرهم لذلك. فهناك إحصاء جنائي أجري في أمريكا عن الفترة من سنة 1931 إلى غاية سنة 1951، كشف هذا الإحصاء أو هذه الدراسة الإحصائية على أن انتشار التعليم يقابله انخفاض في نسبة المجرمين المتعلمين، أي كلما زاد التعليم
كلما انخفضت الجريمة حسب ما توصلت إليه هذه الدراسة الإحصائية التي أجريت في أمريكا كما ذكرنا. كذلك هناك إحصاء أخرى أجريت في إيطاليا، استهدفت هذه الإحصاء مقارنة بين نسبة المجرمين المتعلمين أو بين نسبة إجرام المتعلمين في مناطق شمال ووسط إيطاليا وجنوبها، فأثبتت هذه المقارنة أن انتشار التعليم في المناطق الشمالية يقابله نسبة أو يقابله انخفاض في نسبة الجرائم المبلغ عنها. أي بتقول هذه الإحصاء الإيطالية، كلما انتشر التعليم كلما أدى ذلك إلى انخفاض الجريمة. وعليه فأن أنصار هذا المذهب أو أنصار هذا الاتجاه ذهبوا إلى القول بأن التعليم عاملا مانعا للإجرام، أي التعليم يكون حائل بين الشخص والمتعلم وبين ارتكابه للجريمة، وقاموا بإثبات ذلك أو استندوا في ذلك إلى الإحصاءات التي قاموا بدراستها كما سبق وأن وضحنا. بينما نفى فريق آخر أن يكون للتعليم أي تأثير على الظاهرة الإجرامية، أي هذا الفريق أو هذا الاتجاه ذهب إلى القول بأن الصلة بين التعليم والظاهرة الإجرامية مقطوعة تماما، حيث ذهب هذا الفريق إلى القول بأن التعليم في بعض الحالات لا يمنع من ارتكاب الجريمة ويدفع في حالات أخرى إلى ارتكابها، أي في بعض الحالات يمنع من ارتكابها وفي حالات أخرى يدفع إلى ارتكابها، أي مثل ما يكون التعليم مانع من ارتكاب الجريمة يكون دافع إلى ارتكاب الجريمة أيضا. واستند أنصار هذا الاتجاه في وجهة نظرهم هذه إلى بعض الإحصاءات التي أجريت في كل من المجر وبلجيكا وبلغاريا، حيث أثبتت هذه الإحصاءات أن نسبة إجرام الأميين أقل من نسبة إجرام المتعلمين. أي هذه الإحصاء ذهبت إلى القول أو توصلوا في هذه الإحصاء إلى أن المجرمين المتعلمين أكثر من المجرمين الأميين، بينما أثبتت إحصاءات أخرى أجريت في كل من النمسا وإيطاليا عكس النتائج السابقة. وعليه ذهبوا إلى القول بأن مثل ما يكون التعليم دافع إلى ارتكاب الجريمة يكون حمالة من ارتكاب الجريمة، فكما رأينا الإحصاءات في المجر وبلجيكا وبلغاريا أثبتت أن إجرام الأميين أقل، بينما الإحصاءات التي أجريت في النمسا وإيطاليا أثبتت أن إجرام المتعلمين أكثر. كذلك ذهب هذا الفريق إلى القول بأن التعليم لا يقلل من نسبة الإجرام، بل إن على العكس يمكن المجرم من تطوير أساليب التخطيط والتنفيذ، فيصير إجرامه أحكم تدبيرا وأدق تنفيذا. أي هذا الفريق بيقول إن على العكس المجرم المتعلم يطور في أساليب تنفيذ الجريمة وأساليب التخطيط، وبالتالي يصير إجرامه أحكم تدبير وأدق تنفيذ، على عكس المجرم الأمي الذي يفتقر لهذا التخطيط ولهذه الأساليب المتطورة. ومن خلال هذا العرض لهذه الاتجاهات المختلفة المؤيدة للتعليم والمعارضة، يبدو واضحا أن أثر التعليم على الظاهرة الإجرامية من حيث الدفع أو المنع، أي من حيث أن يكون دافعا للإجرام أو مانعا من الإجرام، ليس حاسما بسبب عدم دقة الإحصاءات الجنائية. فالإحصاءات التي تم الاعتماد عليها أو أن أي إحصاء لا تحوي كل الجرائم المرتكبة، وإنما تحوي الجرائم المبلغ عنها فقط أو المكتشفة فقط، ولعل الثابت من أو القدر الثابت من الحقيقة في صلة التعليم بالظاهرة الإجرامية هو إنه من العوامل المانعة في حالات وعوامل دافعة في حالات أخرى. وبطبيعة الحال يظهر دور التعليم المانع من ارتكاب الجريمة من خلال توسيع مدارك الشخص
وتهذيب مشاعره، فيكون الشخص في المتعلم قادرا على تقدير عواقب الأمور قبل الإقدام على الجريمة من ناحية، ويمنعه في الغالب من أن يكون ضحية لكثير من الأفعال الإجرامية التي غالبا ما يستجيب لوقوعها الأشخاص الأميين كجرائم الاحتيال والنصب من ناحية أخرى. كذلك من الثابت بالملاحظة أن للتعليم دورا وقائيا في بعض الأحوال بحكم ما يتجه للفرد أو يتيحه للفرد المتعلم من منزلة اجتماعية واقتصادية متميزة في المجتمع، فالشخص المتعلم دائما يحظى بمنزلة متميزة في المجتمع، منزلة اقتصادية واجتماعية، مما دائما يجعله حريص على الحفاظ على تلك المنزلة التي يحظى بها في المجتمع، ويحرص على عدم تعريضها للأذى المترتب على ارتكابه للسلوك الإجرامي. نأتي الآن لأثر التعليم على الإجرام من حيث النوع. فبعدما أن تناولنا أثر التعليم على الإجرام من حيث الكم، أي من حيث كمية الجرائم المرتكبة، نأتي الآن إلى تأثير التعليم على أو أثر التعليم على الإجرام من حيث النوع، أي هل يؤثر التعليم على نوع الجرائم المرتكبة أم لا، وهل من الممكن أن تتغير نوع الجريمة المرتكبة على أثر الذي يرتكبها شخص متعلم أم لا، كما لاحظنا أثر التعليم على الجريمة من حيث الكم غير ثابت كما رأينا، فبعض الإحصاءات دلت على تأثر التعليم على ارتكاب الجريمة بما من حيث الكم، فكلما زاد التعليم قلت الجريمة، وكلما قل التعليم زادت الجريمة، وبالتالي فإنهم رأوا بأن التناسب بين التعليم والجريمة من حيث الكم هو تناسب عكسي، بينما هناك اتجاه آخر كما رأينا ذهب على العكس وقال بأنه مثلما أن يكون التعليم دافعا للإجرام في بعض الأحيان يكون مانعا من ارتكاب الجريمة في أحيان أخرى. إلا أن تأثير التعليم على الجريمة من حيث النوع يبدو واضحا، وذلك على عكس تأثير التعليم على الجريمة من حيث الكم. فمع انتشار التعليم في المجتمعات المعاصرة تضاءلت نسبة جرائم العنف كالقتل والحريق، أي كلما زاد التعليم أو عندما انتشر التعليم في المجتمعات المعاصرة قلت جرائم العنف مثل القتل والحريق، وارتفعت معدلات جرائم أخرى مثل الجرائم التي تسمى بجرائم الذكاء والحيلة كالنصب والاحتيال والغش في المعاملات وجرائم التزوير وجرائم تزييف العملة وجرائم التهريب، أي هذه الجرائم جميعها تحتاج إلى شخص متعلم أو حظي بنصيب لا بأس به أو بقدر لا بأس به من التعليم حتى يستطيع أن يرتكبها، وبالتالي أمام انتشار التعليم وأمام كثرة المتعلمين في المجتمع تضاءلت جرائم العنف وظهرت جرائم الذكاء أو ما يسمى بجرائم الذكاء والحيلة مثل النصب وتزييف العملة والاحتيال والغش وجرائم التزوير. هذا بالإضافة أيضا إلى أن هناك بعض الأنواع من الجرائم يفترض في من يرتكبها أن يكون على قدر من التعليم، أي هناك بعض الجرائم لا يستطيع الشخص الجاهل أو الشخص غير المتعلم أن يرتكبها، وعليه لابد أن يكون مرتكب هذه الجريمة قد حظي بقدر من التعليم، وكم الجرائم على سبيل المثال المرتبطة بالوظيفة العامة مثل الرشوة والاختلاس والوساطة والمحسوبية، هذه جرائم جميعها يفترض بالشخص المرتكبها أن يكون موظف وبطبيعة الحال أن يكون متعلم، وقد تأيد هذا الاتجاه من خلال ما أسفرت عنه بعض الدراسات التحليلية للإحصاءات الجنائية الفرنسية لعام 1953،
حيث تبين من خلال هذه الإحصاءات إن جرائم القتل والحريق والجنس المرتكبة في تلك السنة وقعت من أشخاص يقل مستواهم التعليمي عن مستوى غيرهم من مرتكبي جرائم السرقة. وعليه فإن الجرائم التعليم يؤثر على نوع الجرائم المرتكبة بلا شك، أو يؤثر على الإجرام من حيث النوع بلا شك. نأتي الآن لصلة وسائل الإعلام بالجريمة، فما هي الصلة بين الوسائل الإعلامية وارتكاب الجريمة، وما دور هذه الوسائل في ارتكاب الشخص للجريمة؟ وكما رأينا بفضل التطور الذي حصل في المجتمعات في الوقت الحالي، فقد كثرت الوسائل الإعلامية منها السمعية والبصرية، وكثرت وسائل الاتصال بين الأفراد، مما أدى إلى أن أصبح هذا العالم الكبير عبارة عن رقعة صغيرة بفضل هذه التطورات التي أصبحت مظهر من مظاهر الحضارة. واختلفت آراء الباحثين حول مدى تأثير هذه الوسائل في منع ارتكاب السلوك الإجرامي أو التحريض على ارتكابه، أي البعض رأى بأن هذه الوسائل هي لها دور إيجابي في منع الأفراد عن ارتكاب السلوك الإجرامي، بينما رأى البعض الآخر بأن هذه الوسائل تحرض على ارتكاب السلوك الإجرامي وبالتالي تكون عامل من عوامل ارتكاب الجريمة. فنأتي أولا لصلة الصحافة بالظاهرة الإجرامية، فكما نعرف أن الصحف في المجتمعات المعاصرة تولي اهتماما كبيرا بما يقع في المجتمع من جرائم، ويبدو ذلك واضحا من خلال ما تحققه لها من مساحات لنشر الخبر والصورة بأسلوب يرتكز على الإثارة والمبالغة في سرد الوقائع على نحو مفصل لأغراض تجارية صرفة، أي أن الصحافة تولي اهتماما لنشر الجرائم التي تقع داخل المجتمع. فعندما ترتكب جريمة في اليوم الأول نرى جميع الصحف في اليوم التالي تقوم بنشر هذه الجريمة وطرق ارتكابها وقوائمها وأساليبها، وبالتالي يرى البعض أنه من الممكن أن تكون هذه الصحف أو يكون للصحف كإحدى وسائل الإعلام دور كبير في دفع الأشخاص أو تحريضهم على ارتكاب الجريمة، وبالتالي فإنهم أصبحت هذه الوسيلة محل نقد للأسباب التالية. فالبعض يقول بأن الصحافة تعلم الأفراد أساليب جديدة لارتكاب الجرائم، فعندما الصحافة تنشر الوسائل التي ارتكبت بها الجريمة في مكان ما، فبلا شك القارئ سيتعلم أسلوب جديد لارتكاب الجريمة. كذلك تقوم بعض الصحف أيضا بإظهار جدوى الجريمة أو بالفائدة التي تحصل عليها الجاني من الجريمة كالمبالغ المالية في جرائم النصب والاحتيال، وكذلك سرقة المصارف أو البنوك وغيرها من جرائم الأموال الأخرى، مما يدفع ذلك بالبعض من ضعاف النفوس إلى السلوك سبيل الجريمة. كذلك تقوم بعض الصحف أيضا بإظهار المجرم في صورة بطل، مما يحاول البعض التشبه به وتقليده من أجل أن يصبح هو الآخر بطل. كذلك تقوم بعض الصحف بنشر المعلومات عن الخطط الأمنية والتحقيقات، أي عن كيفية اكتشاف الجريمة والتحقيق في الجريمة، مما يودي بالغير أو البعض الآخر إلى تجنب هذه الخطط أو إخفاء جريمته بطريقة مناسبة. كذلك يرى البعض الآخر بأن الصحافة لها دور وقائي، فهي تساعد القرآء على تحصين أنفسهم من الوقوع ضحايا للجريمة. فيرى هذا الفريق يقول بأن البعض الآخر عندما يشاهد الجرائم التي ترتكب والأساليب والطرق، فإن ذلك يكون له دافعا وقائيا
من تحصين نفسه من ارتكاب الجريمة. وعليه أو بناء على ذلك فنرى أن البعض يقول بأن الجريمة الوسيلة الإعلام الصحفية تكون سببا للجريمة، بينما البعض الآخر يرى غير ذلك. نأتي الآن لصلة الخيالة أو السينما والإذاعة المرئية بالجريمة، حيث أن الدراسات والأبحاث تشير إلى أن تأثير هذه الوسيلة أي الخيالة والسينما والإذاعة المرئية أن تأثيرها يفوق التأثير التي تحدثه الوسائل المقروءة. فليس الخبر كالأعيان، فليس ما يشاهده الشخص ليس كما يقرأه، فالأخبار المصورة دائما ترسخ المعلومة في نفس المتلقي أكثر من الأخبار المقروءة. كذلك المشاهد يحاول الاقتداء بالممثلين والممثلات في الأفلام ويحاول التشبه بهم وتقليدهم. كذلك المشاهد يستعين بما يراه من أساليب ووسائل في القصص الممثلة أو في الأفلام، هذه الوسائل والأساليب تساعده على ارتكاب الجريمة ويتعلم كيفية ارتكاب الجريمة عن طريق هذه الوسائل والأفلام.